متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية اليوم الأحد، حيث ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يسود طقس الصيف اعتيادي في عموم المناطق خلال ساعات النهار، بينما يصبح معتدل إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل. يوم الاثنين بإذن الله تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يسود طقس الصيف اعتيادي في عموم المناطق، بينما يميل للبرودة خلال ساعات الليل في المرتفعات الجبلية والمناطق السهلية. أيضا ترتفع نسب الرطوبة وتتشكل الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية. يوم الثلاثاء بإذن الله تنخفض قليلا درجات الحرارة، لكن تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس الصيف اعتيادي في عموم المناطق، حار نسبيا خلال ساعات النهار، بينما يكون مائل للبرودة في الجبال والسهول خلال ساعات الليل، ويكون معتدل إلى دافئ في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية. يوم الأربعاء بإذن الله تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس الصيف اعتيادي خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل في الجبال والسهول، دافئ في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية، وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية ناتج عن ارتفاع في نسب الرطوبة. يوم الخميس بإذن الله أيضا تستمر درجة الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ترتفع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل وتتشكل الغيوم المنخفضة في المنطقة الشمالية خاصة خلال ساعات الصباح الباكر. يوم الجمعة بإذن الله تنخفض درجات الحرارة، لكن تبقى حول إلى أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. أيضا تظهر كميات من الغيوم في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الشمالية وأيضا المنطقة الوسطى، هي ناتج عن ارتفاع في نسب الرطوبة. درجات الحرارة تكون في أواخر العشرينيات في المرتفعات الجبلية، بينما تكون في أواخر أو في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات في المنطقة الشرقية ومنطقة العقبة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.